الانتظار بمحطات الأداء يربك حركة السير ويؤثر على سلامة مستعمل الطريق. وتفاديا لذلك، الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تعتمد طريقة جديدة للأداء تقوم على أساس تقليص محطات الأداء. من أجل راحة وسلامة وانسيابية حركة السير بالنسبة لزملاء الطريق السيار، بالنسبة للناس اللي جايين من مراكش ما يبقاوش يوقفوه برشيد باش يوصلوا لكازا، واللي مباشرة يمشيوا لكازا، والناس اللي جايين من بني ملال كذلك يوصلوا ديراكتومون لكازا. بالنسبة للأشخاص اللي عندهم نظام الأداء الآلي فهذوك ما يتوقفوش نهائيا. اليوم جميع فرق التقنيه ديال الشركه الوطنيه لطرق السياره معباه باش تمر هذه العمليات المرور من النظام المفتوح النظام المغلق بكل انسيابيه ان شاء الله وفي اقل وقت ممكن بالنسبه لمستعملي طريق السياره. تغير نظام الأداء استحسنه مستعمل الطريق السيار خصوصا الذين يستخدمونه بشكل يومي ولمسافات طويلة. هذا السيستم مزيان وغايحد من العرقلة في طريق السيارة. إذا نجيو من أوروبا نجيبوا السلعة وإذا نجيو، إما مكرهنا إحنا من يخرجوا من المرسى ما نخلصوا حتى البلاصة فين غاديين. هذا زعما تيسهل عندنا بزاف ديال، أولا تنستغلوا الوقت، وثانيا راك عارف وقف هنا وقف هنا، داك الشيء ما عندنا من زعما هذه المبادرة مزيانة. وقبل يعني واش غادي يقول كانوا اخو كانوا ديرونج موات بياس الاول بياس الثاني بياس الثالث، اما دابا ما سميخور سن دابا بالنسبه لك باش تبر التيكي اخر الى يعني اخر حتى اخر اكادير غادي تحيد لك شويه ديال البلوكاج ديال الطريق، ديرونج مو ديال الطريق، غادي توصل في الوقت ديالك ان شاء الله تعالى يعني بالنسبه لاكادير. الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تواصل عملية تحديث الخدمات المقدمة لزبنائها لضمان السفر في وقت أسرع وفي أحسن الظروف.